بقالي ساعتين بكلمك وحاسه ان هما فاتوا ثواني. ساعتين معلش هدي نفسك، على فكره ممكن يكون هو اللي طالبها. شوف لا انا ما بقتش بعرف انام غير لما اتصل بيك الاول. عشان خاطري ما تبوظت جوازة البيت، خليها تخلص وبعدين علمها غلطها. انا علمها في وش امها. لا اقفل انت الاول. اقفل انت يا حيوان. طيب اقول لك على حاجه، تعال نعد لحد ثلاثة ونقفل ساعه. جابت محب الموضوع، جاب محب. ايوه انا فاكر السهواجه دهيت والسماجه، فاكره كنت بعملها انا وانت ايام الخطوبه. انا فاكره السماجه بس لكن مش فاكره السهواجه. طيب واحد. ايه اللي بيضحك في واحد؟ انا مش فاهم ايه اللي بيضحك في واحد. اتنين. الله، هو الارقام بتضحك البت دي ولا ايه؟ في ايه؟ تلاتة. ها ايه ده؟ انت ما قفلتش ليه؟ لا دي السماجه طلعت من ابوها، البنت طلعت لابوها. انا مش قادر. لما عدل تلاتة ما قفلتش ليه؟ لا ما قفلتش ليه؟ لا بقول لك ايه، ما عنديش بنات للجواز، اقفل.